مرحبا، الرياضة حاضرة من قناة الجزائر الدولية. البداية من الدوري الإنجليزي، حيث أعلن أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إقالة مدربه ستيفن جيرارد بعد بداية متواضعة للموسم واحتلال المركز 17 بالدوري بعد 11 مباراة. وقال أستون فيلا في بيان مقتضب عبر موقعه على الإنترنت: نود توجيه الشكر إلى ستيفن على عمله الجاد والتزامه، ونتمنى له التوفيق في المستقبل. ومني أستون فيلا بالخسارة الثانية تواليا والسادسة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 9 نقاط وتراجع إلى المركز 17. نبقى دائما مع أخبار اللاعبين. قال كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد أنه سيواصل بذل الجهد مع فريقه وأنه سيعود إلى صفوفه قريبا بعدما أعلن النادي أن الدون لن يكون في قائمته بالمباراة القادمة. وتوجه رونالدو البديل الذي لم يشارك في الفوز يوم الأربعاء على توتنهام إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس قبل بضع دقائق من نهاية المباراة، بعد أن تركه المدرب إيرين تين هاغ مرة أخرى على مقاعد البدلاء. وقال تين هاغ بعد المباراة إنه سيتعامل مع الواقعة، مشيرا إلى أن تركيزه منصب على الفريق. وأثار تصرف رونالدو أمس الأربعاء انتقادات، إذ اعتبر بيتر شمايكل حارس مانشستر يونايتد السابق أن اللاعب البالغ عمره 37 عاما بات مصدر إلهاء في أولد ترافورد. وكتب رونالدو على الإنستغرام في وقت متأخر من يوم الخميس: دائما ما حاولت أن أكون مثالا يحتذى للاعبين الصغار في كل الأندية التي مثلتها، وتابع: للأسف لا يكون هذا ممكنا دائما، وأحيانا تغلبك سخونة اللحظة. وإلى أمريكا، توج فلامينغو بلقب كأس البرازيل للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على كورنثيانس بركلة الترجيح 6-5، وانتهت المباراة في وقتها الأصلي في إياب النهائي الذي أقيم في ملعب ماراكانا العريق في ريو دي جانيرو بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم بيترو لفلامينغو في الدقيقة 7، وأدرك جوليانو فيكتور دي باولا التعادل لكورنثيانس عند الدقيقة 82 ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها فلامينغو ليتأهل إلى بطولة ليبرتادوريس 2023. لقد لعبنا مباراة رائعة في الشوط الأول. بعد تسجيل الهدف الفريق كان يلعب بشكل دفاعي وتوقف عن الضغط. شعرت أننا أردنا الدفاع عن النتيجة فقط ضد فريق كبير مثل كورينثيانس. اللعب فقط للحفاظ على النتيجة من المستحيل. الدفاع لمدة 70 دقيقة ضد هذا الفريق. لقد سجلنا هدفا مبكرا وعدلوا النتيجة، لكن الكلمة الأخيرة كانت لنا في ركلة الترجيح. ومن كأس البرازيل إلى ألمانيا، حيث حذر نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم من احتمال إغلاق مقرات رياضية بسبب أزمة الطاقة في بلاده. وقال نويندورف خلال فعالية جرت في دولزدورف أن العديد من الأندية تشعر بالقلق في الوقت الراهن بشأن استمرار العمليات الخاصة بإقامة المباريات. وإثر ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أندية الدوري الألماني أيضا، وهناك توجه لترشيد الاستهلاك والاستعانة بمصادر مستدامة. وبدأت أندية البوندسليغا خطوات مهمة للتوفير، لكن لا يوجد بينها مفهوم ترشيد موحد، فلكل نادي ظروفه الخاصة. بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي للفوز بالدوري الألماني يقوم بترشيد استهلاك الطاقة عند تدفئته لأرضية الملعب، فلم يعد نظام التدفئة يعمل بالغاز وإنما بمضخة حرارية هوائية يتم تغطية متطلبات الطاقة الخاصة بها إلى حد كبير بواسطة الطاقة الشمسية، ويتم تخفيض وقت تشغيل إضاءة مصابيح الليد الخارجية بالملعب بعد حلول الظلام إلى النصف. فقد أصبحت 3 ساعات إضاءة فقط بعدما كانت 6 ساعات. وقال متحدث باسم النادي إن وقت تقليل ساعات تشغيل الأضواء الكاشفة هو أحد الإجراءات التي تتم مناقشتها في بايرن بسبب أزمة الطاقة. أزمة الطاقة شغلت الكثير خاصة اليوم في ألمانيا، حيث كبار أندية البوندسليغا تعاني من هذا المشكل الذي عصف بكل المنشآت الرياضية في ألمانيا. ولذلك نربط الاتصال بالصحفي محمد أمين كناني من ميونخ. مرحبا محمد.
صباح الخير صديقي العزيز. مرحبا محمد، مرحبا بك في قناة الجزائر الدولية. محمد شكرا. البداية من ألمانيا. ألمانيا محمد تعتبر أقول أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا، وقد تعرضت لضغوط كبيرة بعدما نفذت الطاقة الخاصة بالملاعب، خاصة مثل ملعب بايرن ميونخ الذي يعتبر من أكبر ملاعب في ألمانيا، وهو ملعب أليانز أرينا الذي يشتغل بالغاز. محمد، ما مدى تأثير ذلك على الرياضة في ألمانيا؟ هو مثل ما أشرت في التقرير، يعني الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثير نقص الغاز في ألمانيا سيكون له تأثير كبير على البطولة الألمانية، لكن إلى حد الآن ما زلنا ما شاهدناش هذا التأثير بطريقة مباشرة، لأنه لأول شيء لأن لسنا في فصل الشتاء أين يتم استعمال الغاز بكثافة. اثنين، يعني البوندسليغا لم تشهد أي موسم لحد الآن بعد الأزمة الأوكرانية الروسية، يعني ما زلنا ما شاهدناش مدى تأثير نقص الغاز ومدى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية مباشرة على الدوري الألماني. التأثير المباشر الوحيد ربما، نعم تفضل. كنت أقصد هنا ما دفع من أندية البوندسليغا إلى التحديد أو توجيه الترشيد والاستهلاك والاستعانة بمصادر مستدامة، يعني الأندية مثل بايرن ميونخ هنا قد وضع استراتيجيات للتخلص من تبعات هذا المورد الهام، وذلك من خلال استحداث طرق جديدة من أجل الاستغناء عن الغاز الروسي. مثلا ملعب الأليانز أرينا اليوم يستعمل كثيرا الطاقة الشمسية، هل باشرت يعني كل الأندية الألمانية في تطبيق خطط لأجل المضي قدما بعيدا عن الغاز الروسي؟ هي جل فرق البوندسليغا تبحث عن حلول بديلة وعن طاقات بديلة مثل الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية، هذا شيء إيجابي وهذا شيء ممتاز، لأنه فرق البوندسليغا أيضا مثل مواطني ألمانيا ومثل أيضا الشركات التي تستثمر في ألمانيا مطالبة بترشيد الاستهلاك وباقتصاد الاستهلاك. فرق البوندسليغا عليها الاقتصاد وعليها ترشيد الاستهلاك، وهذا بطلب من الديافال. الفرق مطالبة بتخفيض حاجياتها من الطاقة ب 15 إلى 20% بعد ارتفاع أسعار الغاز في ألمانيا. يعني على سبيل المثال مثل ما أشرت أيضا في التقرير، ملعب الأليانز أرينا على سبيل المثال لا يتم إنارته إلا أيام المباراة. يعني تدفئة أرض ملعب الأليانز أرينا في مباراة واحدة يتم استغلال أكثر من 2000 لتر من الغاز، وهذا استهلاك عائلة كاملة لمدة سنة. يعني أندية البوندسليغا الآن أمام خيارين، إما الاقتصاد وترشيد الاستهلاك أو الذهاب ربما نحو لعب بوندسليغا في أوقات أخرى، لأنه في البوندسليغا وفي ألمانيا في فصل الشتاء بداية من نوفمبر حتى شهر واحد تكون الحرارة يعني منخفضة انخفاض شديد وتكون استعمال الغاز مكثف، لذلك أندية البوندسليغا مطالبة إما بتأجيل البوندسليغا وبلعب البوندسليغا في فترات لاحقة أو ترشيد الاستهلاك. أندية البوندسليغا أمام خيار صعب هذا الموسم، لأنه أول موسم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وأول موسم بعد ارتفاع أسعار الغاز ونقص أيضا الغاز. أستاذ كناني، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم نويندروف كان قد حذر من احتمال إغلاق مقرات رياضية بسبب أزمة الطاقة في بلاده، هل ترى أن ذلك قد يطال حتى الأندية الكبيرة مثل هنا أقصد دورتموند، أقصد بايرن ميونخ، أقصد غلادباخ والكثير من أندية البوندسليغا؟ مبدئيا ربما لا، لأن هذه الفرق لها إمكانيات كبيرة وقادرة أن تتجاوز هذه الأزمة في الأيام القادمة، لكن أمامها أيضا مهمة صعبة، لأنه هذا كما أشرت في أول التقرير وكما أشرت في الحديث عن أزمة الغاز وعن أزمة الروسية الأوكرانية، هذا أول موسم، لذلك سنرى إن كانت هذه الفرق قادرة على تجاوز هذه الأزمة. فرق البوندسليغا أمام اختيار صعب وأمام خيار صعب. فرق البوندسليغا هي حقيقة ربما الفرق الهواة في ألمانيا وبعض الفرق التي ليس لها إمكانيات قد تعاني في هذه الفترة، لأنه
بعض فرق الهواة اختاروا وقرروا أن يتم تأجيل كل الرياضات في فصل الشتاء وتأجيلها إلى ما بعد شهر مارس. هو ليس كل الفرق لها إمكانيات، بايرن ميونخ ودورتموند وغلادباخ وغيرها من الفرق الألمانية الكبيرة، لكن هناك بعض الخيارات التي قد تطرح ربما بعد كأس العالم، وقد تطرح أيضا في السنوات القادمة ليس في ألمانيا فقط بل أيضا ربما في بعض البلدان الأوروبية في حال تواصل أزمة الغاز. لعل أبرز هذا الخيار هو الاقتداء بالبلدان الإسكندنافية، لأنه في البلدان الإسكندنافية يتم تأجيل البطولة ما بين نوفمبر إلى حدود شهر واحد، ويتم لعب البطولة من شهر. طيب أستاذ كناني، طيب أستاذ، كسؤال أخير أستاذ محمد، في رأيك هل أندية البوندسليغا ستجد نفسها أمام خيار صعب وهو التخلي عن أنظمة التدفئة القديمة؟ في السنوات القادمة هذا لا محال، لأن ألمانيا تتوجه شيء فشيء إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة وعلى الطاقة البديلة، على الطاقة الهوائية وعلى الطاقة الشمسية. هذا لا مفر منه. في السنوات القادمة أندية البوندسليغا مطالبة أن تبحث بأنفسها على حلول قد تخرجها من أزمة الغاز وقد تخرجها من هذه الأزمات، لأنه أندية البوندسليغا مثل الشركات الألمانية مطالبة أن تجد لأنفسها حلول من أجل أيضا أن تتجنب تأجيل البطولة أو تتجنب تأجيل بعض المباريات. شكرا أستاذ محمد. شكرا. شكرا أستاذ محمد. كان معنا محمد أمين كناني مباشرة من ميونخ. إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، اخترى هدف مهاجم أتلانتا يونايتد جوزيف مارتينيز الذي جاء في مقصية في شباك نيو أنجلاند ريفوليشن كأفضل هدف في موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم، وتم عملية الاختيار من خلال تصويت الجماهير عبر موقع البطولة، وذهبت جائزة أفضل جائزة في الموسم لبيدرو غاليسي حارس أورلاندو سيتي على التصدي الذي قام به خلال مباراة أتلانتا. It's important they still keep their width and balance here. So both Wiley and Parada need to stay wide to allow these players to operate. That's Dwyer! Oh, Galese. They need to be required. Because everything from Dom Dwyer since his introduction has been clean, definitive. That is a world-class save from Pedro Galese. ومن أحسن أهداف الدوري الأمريكي إلى كرة الصفراء، فيكتوريا أزارينكا إلى ربع النهائي في غوادالاهارا على حساب ماديسون كيز، حيث تأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا إلى ربع نهائي بطولة غوادالاهارا المفتوحة في المكسيك بعد فوزها الخميس على الأمريكية ماديسون كيز بمجموعتين لواحدة، لتكون المرة الأولى التي تبلغ فيها المصنفة السابقة للتصنيف العالمي دور الربع النهائي في بطولة من فئة 1000 نقطة هذا العام. وأعطت أزارينكا بطاقة التأهل إلى نهائيات رابطة المحترفات لكل من داريا كاستينكا وأرينا سباليكا من خلال إقصائهما لينخفض عدد المقاعد الشاغرة في البطولة إلى 1 فقط. إلى كأس العالم للسيدات 2023، وهي عبارة أو تم الكشف عن التميمة الخاصة بكأس العالم للسيدات 2023، وهي عبارة عن شخصية مستوحاة من البطريق تدعى تازوني لتكون تميمة البطولة التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا، وتمثل التميمة نوعا من البطريق يعيش في أستراليا ونيوزيلندا وتجمع بين اسم موطنها بحر تسمان وكلمة الوحدة، وسيكون أول ظهور لتازوني في أوكلاند خلال قرعة كأس العالم للسيدات يوم 22 أكتوبر. ومن التميمة الخاصة بكأس العالم للسيدات 2023 نكون قد وصلنا إلى ختام الفقرة الرياضية.